خلونا نبتدي بأول مشكلة مكلكعة شويتين. أنا متجوزة وعندي ولدين، ومتجوزة عن قصة حب كبيرة، كل دي مميزات. سافرت أنا وجوزي عظمة لدولة عربية، وكنا عايشين كويس جدا لحد ما مامته كلمته وقالت له إن أخوه هيجي يشتغل. متجوزة مستقرة بتحبه، هيجي يشتغل عندها في الدولة ولدين العربية، عايشة مع بره، فالحمد لله ما فيش حاجة وحشة خالص. كل الحكاية إن أخوه جه الدولة دي هيشتغل، فالشاب ده هيعيش مع اخوه، ما هو في بيت بره يعني. فجوزي رفضت، ورفضت رفض تام. جوزي زعل مني، زعل ان هي رفضت ان اخوه يجي يعيش معاه، وقال لي مش هقدر اقول لاخويا ما تجيش. قلت له خلاص انا هنزل مصر. قال لي مع السلامه. رحت حجزت من وراه ونزلت من وراه، وهو رجع من الشغل ما لقنيش. بعت له رساله اني في مصر، هو دلوقتي بيقول لاهلي هطلقها. انا كده غلطانه؟ طبعا غلطانه، طبعا طبعا، مليون الميه غلطان. بتسافر هو الراجل كان عمل لك ايه يعني؟ انا مش فاهمه، هو الراجل ده غلط فيكي في ايه؟ عمل لك ايه؟ هانك؟ ما صرفش عليكي؟ ما سايبك في مصر مثلا وبيجي لك شهر في كل سنتين؟ ده ابو عيالك وقصه حب كبيره اللي انت اللي قلتي، واخدك معاه ومستقره وما عندكيش اي شكوى من اي نوع. يحصل ايه لو اخوه جه وقعد وخصصتي له اوضه؟ وبعدين غالبا يعني كمان الظروف يمكن بعد شويه، يمكن بعد شويه هيستقر. طبعا طبعا، هو في واحد روح بالتاني. معلش يعني انت برضو دماغك لفت منك في حته غلط غلط خالص، يعني دماغك هي اللي ضيعتك. هو اخو جوزك ده هيفضل عايش معاكي طول العمر؟ ما هو الراجل ده نفسه عايز ياخد براحه ويعيش لوحده ويبقى عنده صحاب ويلعب بلاي ستيشن وينام الفجر ويدخن في اي حته. ما دي فترة انتقالية على فكره، بالمناسبه ما فيش حد عايز يعيش مع اخوه ومرات اخوه وعيال اخوه، اكيد لا. دي مرحله انتقاليه، كان من المفترض انك تقولي له ينور، ده بيته، وتفرحي بقدومه وتستنيه وتبقي عامله له اكل. يعني ده اللي انا افهمه. انا رايي فورا زي ما اتربعتي كده ورحتي قطعتي تيكت ورجعتي مصر، ارجعي فورا قطعي تيكت ورجعي بيتك، قولي انا فكرت، وقولي له انا فكرت في الموضوع. كان شيطان شيطان ده، شيطان ولعب بدماغي، ها، وانا محقوقه لك، واستني الراجل اللي جاي ده عم عيالك، ها، وقعدي كده يعني استحملي الفتره اللي هو قاعد فيها. لو معلش ليه معلش يعني انا اللي معلش بقى في اللبس في لماذا معلش؟ في راجل غريب في البيت، لكن هو انا بقول يعني هتستحمل، هو غريب مش غريب في البيت طبعا. ايوه بس هتستحمل الفتره دي، بس ظرف طارئ مؤقت، وضع مؤقت، وضع مؤقت. بيت اخوه لازم يتفتح له، جاي بلد غريبه الراجل، وكل الناس كده على فكره. يعني كتير جدا بتحصل الحكايه دي، وحاصله في عيلتي انا عادي جدا، والاخ راح عاش مع اخوه لغايه ما قدر يفتح بيت، جاب بيت لوحده وقعد. لكن ده حاجة بتحصل طبيعي جدا على فكرة، ولو أخوكي كان في مكانه كان هياخده. وبنات الأصول لازم تعمل كده. واتش إت.